تنحني. السلام عليكم، عليكم السلام. كيف حالك؟ انت طيب؟ اهلا وسهلا بك العزيزي. انت الله يهداك، لما قلت لك سكر البيت ليش ما سكرت على طول؟ لانه كنت محتار اطلع من هذاك الحساب لو من هذا الحساب. سكره وافتح على طول. لا، لانه هذاك الحساب حساب عربي واخوانك اللي يحبونه ظلوا يبلغون 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 يبلغون، اجانا تحذير، فهذا الحساب هولندي ما ينحضر. الله المستعان. يلا تبلش انت المناظره اول شيء. لا اخونا، غير ان نحط اول شيء الشروط الواضحه حتى لا تصير هوسه، صح اخونا؟ يلا ما في مشكله. طيب اخونا، كم طبعا الجوله هي المداخله من 5 دقائق، كم مداخله تريد اخونا؟ كيفك اللي يعجبك. شو رايك نسويها 7 مداخلات؟ لا سوها شو اسمه ثلاثة أربعة أربعة، وبعدها إذا احتجنا وقت زيادة ضفنا 4 مداخلات فقط، يعني أنت 20 دقيقة أنا 20 دقيقة، ما عندي مشكلة، حاضر. أربع مداخلات وإذا احتجنا مثلا زيادة بالوقت نكمل المرة. ماكو مشكلة، 4 مداخلات 4 مداخلات. عنوان المناظرة من منا يعبد الإله الحقيقي. طيب الموضوع منو يبدي؟ بلش انت الاول عادي، مو مشكلة. طيب ماكو مشكلة، راح ابلش اني، معناها انت الك المداخلة الاخيرة، صح؟ صحيح. بما انه انت الك المداخلة الاخيرة ممنوع تطرح اي شيء جديد، لانه اني ما راح يكون عندي الفرصة اجاوب عليك، اتفقنا؟ ما في مشكلة، إذا جميل. احتجنا نكمل المناظرة ما في مشكلة، حتى لو جولة زيادة أو 4 جولات لا بعد الجولة. بس هو لو سوينا 10,000 جولة، ما طول انت راح تختم المناظرة ممنوع بمداخلتك الأخيرة تطرح اي شيء، اي شبهة جديدة، اوكي يا اخونا؟ والله شوف، إذا أنت بتخوف أنا حر، أنت أنا قلت إني ما أقاطعك مناظرتك الآن، وقتي في الجد ممنوع، أنا أحط ميوت وممنوع أتكلم أو إني أتحدث أو اللي في وقتك، لا هو وأنا اخونا لي وقتي. حاضر اخونا، هو عزيزي انت، ماكو ممنوع على احد يتدخل، هذا واضح، انت لك وقتك انا لوقتي، ممنوع اي صحيح. واحد من عندنا يتدخل بمداخله الاخر، لكن انا ما متخوف عزيزي، لكن من اداب المناظره ما يصير الطرف اللي يختم المناظره يطرح شبهه جديده، اوكي اخونا؟ إذا طرح سؤال قال لك أنا أسألك سؤال، معناته هذا صح كلامك، بس إذا أنا مثلا قاعد أستدل بشيء وتقول لي لا هذا موضوع آخر أو أن هذا شبهة جديدة، لا هذا ما يصير، كل شيء طيب اخونا، تصيد. طيب اخونا ماكو مشكلة، إذا اذا أنت ماكو مش مشكلة كافي اخونا، ماكو مشكلة، اذا انت راح تجيب شبهة جديدة بمداخلتك الأخيرة، إذا انا قلت هذا راح ارد سؤالي عليها، انا ارد عليها، انا ارد شوف عليها. إذا الواحد طرح سؤال أو شبهة جديدة دل على ضعف المحاور، ولكن غير مسموح لك أن تقاطع. لا أنا ما قاطع أخونا، أنا ما قاطع. بس إيه؟ أنا أنا ما حتى قاطع نهاية أخونا. الجولة لا يقاطع، لأن أكثر كثير من المناظرين المسيحيين آخر الجولة دائما يقاطعون. لا أخونا أنا ما قاطع أبدا، بس إذا أنت طرحت بمداخلتك الأخيرة شبهة جديدة أنا راح أجاوب عليها بعد ما تكمل أنت، انتهى الموضوع. الموضوع الأخير طبعا ما ماكو حاجة أقوله، بس خلي أقوله، ممنوع التجاوز الشخصي على شخص المناظر. هذا اتوقع اشياء واضحه، لانه احنا موضوعنا مو شخصك ولا شخصي، نفهم نفهم. موضوعنا انا هو من الاله، ماكو مشكله عزيزي، انا بس دا اوضح هاي الامور. طيب قلت اني ابدي صح؟ ايه ابدا مو طيب ثاني اخو، تيري تيري حالك يا شريان؟ في صدى عندك؟ هاي شو بتتكلم مرة ثانية؟ ليش في صدى عندي يا اخونا؟ لا الحين ما في صدى، بس لا تسكر التطبيق، لا تسكر الكمبيوتر وتطلع منه. لا اخونا ما سكر تطبيق، احنا في مناظرة، شلون اسكر تطبيق اخونا؟
اي لان في كان في طيب اني جاهز حاليا. جاهز انت؟ يلا ادرس اللي ارسلك الدعوه تدلل مشكله. شوف شوف بس بس اذا وقت انا الحين وقتك اوكي عشان لا يصير في صدى راح احط ميوت من عندي بس راح تسمعون اللي عندك راح يسمعونك احسن واذا انت بثك هم انت راح تسوي ميوت بطل ان انت عدل فيه. يلا توكل على الله. طيب اعزائي فتره ستارتن ستارتن اقبل قاعد يفكر بالموضوع ثاني اخونا. لا انا قاعد انتظرك دزيت لك دعوه. انا قبلت اخونا الدعوه. ها اوكي اوكي. طيب اعزائي انا وسهلا بكم في هذا اليوم الجميل والرائع عندنا مناظره مع الاخ ابو شومه. فرحان جدا انه الاخ قبل المناظره. عنوان المناظره من منا يعبد الاله الحقيقي. الاخ سني من السنه والجماعه وانا مسيحي اتمسك فقط بما يقوله الكتاب المقدس بعهده القديم والجديد. ما بماذا نبدا؟ نبدا اولا بالكلام عن اله الاخ ابو شومه. يقول انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون. السؤال اين نجد الذكر؟ هل الذكر هو القرآن حسب رواية ورش أو حسب رواية حفص؟ تقول لي نفس القرآن. لا مو نفس القرآن. طيب أخونا نعطينا مثال أكيد. سورة كان اسمها السورة السابعة ثانية السورة السابعة سورة الأعراف نقرأ فيها وهو الذي يرسل الرياح بشرا بالباء في القرآن حسب رواية حفص. في القرآن حسب رواية ورش يقول وهو الذي يرسل الرياح نشرا. ها ما افتهمنا هو بشرا لو نشرا أين القرآن؟ واحد اثنين يقول القرآن إن قرأناه فاتبع قرآنه. الرسول اتبع قرآنه؟ ما نعرف. الرسول ايش نطق؟ نطق بشرا لو نشرا ما حد يعرف. اثنين أم المؤمنين عائشة تقول في صحيح مسلم كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرمنا ثم نسخنا بخمس فتوفي الرسول وهن فيما يقرأ من القرآن. أين آية الرضاعة الآن؟ ما حد يعرف. هناك حديث صحيح يقول أكلها داجن. القرآن أكله داجن. على شيء آخر صحيح البخاري 4944 يقول الآتي الرسول عندما كان ينطق بسورة الليل كان يقول والليل إذا يخشى والنهار إذا تجلى والذكر والأنثى. عجيب. الآن نفتح القرآن سورة الليل نقرأ وما خلق الذكر والأنثى. فماذا نفعل؟ سؤال جدا مهم. ماذا نفعل؟ قرآن محرف. إذن هذا أكبر دليل أن كاتب القرآن يكذب علينا وأن القرآن غير محفوظ. يقول أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. راح ننطيك اختلاف واحد فقط. ما الذي خلق إلهك أولا؟ السماء ثم الأرض أم الأرض ثم السماء؟ عندنا آية تقول الأرض ثم السماء وعندنا آية تقول السماء ثم الأرض. الآن ننتقل إلى كلام إلهك عن الرسول. قال إلهك عن الرسول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال وإنك لعلى خلق عظيم. عندما نتبع ما كان يفعل الرسول كان يسب الناس ويشتمهم ويلعنهم ويجلدهم ظلما كما نقرأ في صحيح مسلم باب من سبه النبي ولعنه ودعا عليه وهو ليس أهلا لذلك. نرى أن الرسول في نفس الباب دعا على اليتيمة وجعلها تبكي مع العلم أن القرآن قال الرسول وأما اليتيم فلا تقهر. الظاهر الرسول لا يحترم إله القرآن بطريقة قوية يسمع كلامه ولا يطيع. قاله وأما اليتيم يا الرسول لا تقهر. ليس ذلك فقط فليس الرسول فقط يطعن بالقرآن أو بإله القرآن. إله القرآن أيضا يطعن بالرسول. طيب كيف؟ إله القرآن يقول والله يعصمك من الناس. الله ماذا يعصمك من الناس؟ نرى ماذا نرى؟ نرى أن الرسول كان مسحورا. في حديث صحيح أن الرسول مسحور مطبوب
طيب ماذا كان تأثير السحر على الرسول؟ كان يخيل إليه أنه يأتي أهله وهو لم يأتيهم. موضوع جدا قوي. رجل يهودي سحر الرسول، مع العلم أن القرآن يقول والله يعصمك من الناس. أدلة جدا رهيبة توضح لنا أن العقيدة الإسلامية باطلة، وأن الرسول يطعن بالقرآن والقرآن يطعن بالرسول. هذا نجده يعني بكميات رهيبة جدا، أن إله القرآن يكذب علينا ويقول أشياء ليست صحيحة. فنتمنى من الشيخ الخبير أبو شومة أن يجيب على هذه الأشياء حتى نرى من منا يعبد الإله الحقيقي ومن منا يعبد صنم. تفضل. خلينا نزيد جولة. بس إذا حتى أول ما تبلش جولة بس حط ميت عشان لا يصير في صدى، أوكي؟ دزلي دقك. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هو طرح 30 شبهة. ما أعرف أول شيء ابتدى بدينا مثلا، هو قال في كلمة غلط، قال أنتم إلهكم الإسلام، نحن الديانة الوحيدة الذي نعبد الخالق، أوكي، ولكن جميع الديانات تعبد الأولياء والأنبياء، لذلك سماكم المسلمون، ولذلك نحن أمة الوسطة. شنو أمة الوسطة؟ أمة الوسطة الذي تكون ما بين النصرانية وما بين اليهودية. النصرانية الذي غلوا في الأنبياء وعبدوهم كما عبدوا النصارى المسيح عيسى بن مريم، وكما عبدوا أمة مريم بنت عمران، عبدوها وجعلوها وساطة بيننا وبين الله. كذلك نحن لسنا من اليهود الذين أنكروا نبوة أولئك الرسل، فنحن أمة الوسطة، لم نغلو في الأنبياء ونعبدهم، ولسنا نحن من اليهود الذين أنكروا الرسل وأنكروا كتب الله سبحانه وتعالى وأنكروا كذلك كتبه وملائكته والقيامة والحشر والنار. فنحن أمة الوسطة، هذا رقم واحد. فنحن الديانة الوحيدة الذي نعبد الخالق. لماذا نعبد الخالق؟ لأنه هو الذي وهبنا ورزقنا وأعطانا ولديه الفضل الجميع لله سبحانه وتعالى. كذلك إذا قال هو الآن نحن المسيح أو إنه يبي يشير أن المسيح، هذا كلام غلط، لأن صفات ملكي صادق أفضل من المسيح. ملكي صادق ليس له بداية وليس له نهاية، والمسيح كان بداية على الصبل عليه السلام، بداية على الصبل ونهاية على الصليب. فملكي صادق أولى بالعبادة. رقم اثنين. رقم ثلاثة، إذا قال لي لا، ورد كلمات كثيرة في الإنجيل أن المسيح إله، أتحداك أن تأتي لي بالمسيح قال أنا الله أو أعبدوني. أتحداك فعليا في اللغة العبرية والآرامية واليونانية أو العربية تجيب لي إياها المسيح قال أنا الله أو أعبدوني. هذا رقم اثنين. رقم ثلاثة، كذلك أن شنو بعد؟ كذلك أن يوجد كلمة الآلهة، ألستم آلهة ومن بني العلية كلكم، وردت كلمة الآلهة، وردت على يعقوب أو إسرائيل كلمة إله، وردت على بني إسرائيل هم كذلك إله، فوردت كلمة إله كثيرا في المسيحية، ليس فقط المسيح بل وردت من آلهة. حتى اليهود ذكروا أنه آلهة، ألستم أنتم آلهة ومن بني العلية كلكم، فوردت كلمة إله. ولكن هم يعني شقوا من هذه الآية وطرحوها كأن هذه فقط للمسيح وأنه إله يعبد من دون الله والعياذ بالله. رام واحد. رام اثنين، قال إنه يوجد في البخاري أن النبي كان يلعن، فأنا عندك هذا البخاري عندي، طلع لي رقم الحديث، أوكي، لأن عندنا حديث صحيح وحديث ضعيفة زورت على النبي صلى الله عليه وسلم من النصارى ومن اليهود الذي زوروا كلاما عن النبي، أوكي، حتى يشوهوا صورة النبي صلى الله عليه وسلم. تكلم على الآيات، ما أدري، تكلم على القراءات. نحن لدينا الآن هذا القرآن، يقول أن القرآن مختلف. حفص وعاصم، دقيقة، كيف تقول القرآن مختلف؟ صحيح القراءات مختلفة، لكن الحروف نفسها، ألف لام ميم ألف لام ميم. أي آية أتحداك أخذ قرآن من مصر وأخذ قرآن من السعودية وأخذ قرآن من الكويت وأخذ قرآن من المغرب، راح تلاقي نفس الحرف لما يتغير حرف واحد. بينما هو في عندك البروتستانت والكاثوليك يختلفون بالأسفار، فزادوا في 6 أسفار مخالفة لهذا الشيء. رقم ثلاثة، كلام أخونا كنيسة اليسوع مناقض. يعني عندنا بولس الآن، الله سبحانه وتعالى يقول فويل مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. فنجد أن كلام بولس في الأسفار الذي وردت عن بولس، أوكي، تناقض كلام المسيح، لأن يحرف حرفا، هذا كلام المسيح قاله، لأن يحرف حرفا من الكتاب فعلى يحذف كل الكتاب كله. هذا السفر موجود عنده بالكتاب المقدس الآن. كذلك الرئيس الأمريكي بوش الأب قال كلمة حلوة، قال ما نزل الإسلام، أوكي،
إلا نكاية في النصارى بسبب مجاهرتهم ومعاصيهم وتزويرهم في الغاء. هذا من كلام بوش الأب. فدائما يعني هو نفسه رجل صاحي وعى قال في أخطاء قاعد تصير وأن الإسلام عقابا للنصارى الذي حرفوا كتاب الله. فهذا كذلك أن نجد لا يقول لك مثلا لماذا تاريخ الكنيسة يسمونه تاريخ الكنيسة مجلد، كل مجلد عن 200 سنة، المجلد اللي ما بين المجلد الثالث اللي يناول ما بين 100 من 400 ل 600 سنة لا يوجد. هذه مصيبة أولى أن اختفى هذا المجلد، ما أدري ليش اختفى. وما سبب حرق إريوس؟ شنو العداوة اللي صارت وسبب حرق الكنيسة المصرية والمشاكل التي حدثت في هذا؟ كذلك أن أنت تعلم أن ولادة المسيح أوكي ليس هذا تاريخه، إنما ولادته هذا من تزوير أشياء تزوير كثيرا. والله طرح شبهات كثيرة ما أقدر ألحق فيها وخلص الوقت، ولا كنت لو كان عندي وقت كنت رجعت على جميع الشبهات اللي تكلم فيها، ولك الجولة إن شاء الله. طيب أعزائي، طبعا مثل ما تعودنا بالضبط نتمنى كنا نتمنى الشيخ يجاوب سؤال واحد، ما جاوب سؤال واحد بالضبط، ما فهمنا أي شيء، حتى الناس اللي علقون يقول لك ما فهمنا أي شيء، كل شيء ما فهمنا. جاوب، هل أكو سؤال واحد فقط أجاب عليه الشيخ؟ كلا. طيب، يقول عبادة مريم، أتحداك تجيب لي آية من الكتاب المقدس توصينا بعبادة مريم. مريم نفسها قالت ها أنا خادمة الرب فليكن لي حسب قولك. وأخير كلمة نطقت بها مريم كانت كل ما يقوله لكم افعلوه. طيب، الأخ تكلم، شوف الفرق يا شيخ بيني وبينك، نقاطك واحدة واحدة، ما نسيت موضوع السماء والأرض، نسيت موضوع أنه تكلمنا معاك أنه يشتم ويسبر، جايك جايك لا تقلق. يقول الأخ ملكي صادق، ملكي صادق غير مكتوب عنه أنه الله، ملكي صادق هو شبه، هو ظل ليسوع المسيح. يسوع المسيح مكتوب عنه في البدء كان الكلمة، وكان الكلمة عند الله، وكان الكلمة هو الله، والكلمة صار جسدا وسكن بيننا. فيسوع المسيح هو الله المتجسد، ملك الملوك ورب الأرباب. الأخ قال أين قال المسيح أنا هو الله؟ نعطيك عدة أشياء. أولا، المسيح لا يحتاج بالحرف أن يقول هو الله، قال أشياء كثيرة تؤكد أنه هو الله. ماذا قال؟ قال أنا أغفر الخطايا، قال أنا أرسل أنبياء ورسل، قال أنا أجازي كل إنسان حسب عمله، وقال أنا أفحص القلوب والأفكار، وقال إن اجتمع اثنان أو ثلاث باسمي أكون أنا في الوسط. من الذي يجازي الناس حسب أعمالهم؟ ومن الذي يفحص القلوب والأفكار؟ تحطيم كامل. يوحنا 13:13 يقول أنتم تدعونني المعلم والرب وأصبتم فيما تقولون، فهكذا أنا، فإن كنت وأنا الرب والمعلم قد غسلت أقدامكم فيجب عليكم بعضكم أن تغسلوا بعضكم أقدام بعض. هذه من الترجمة اليسوعية. أتكلم الأخ عن كلمة إله. أخونا العزيز، لو كنت أنت قارئ الكتاب المقدس كان عرفت أن هناك فرق بين كلمة إله وكلمة الله. عن الشيطان يقال له أن هذا هو إله هذا الدهر، أي إله إنه ليس هو الله. قال أنتم آلهة وجميعكم أبناء العلي، أي ليس أن الناس هم الله. هذا فهم جدا باطل للكتاب المقدس. الأخ قال صحيح البخاري بإيدي، تفضل انطيني المصدر. أنا لم أقل صحيح البخاري، قلت صحيح مسلم، كتاب البر والصلة والآداب، باب من سبه النبي لعنه ودعا عليه وهو ليس أهلا لذلك. فالرسول كان يسب يشتم يجلد يلعن الناس ظلما، كما نقرأ في صحيح مسلم، والحديث واضح وضوح الشمس وموجود في صحيح مسلم، موجود أيضا في الإنترنت. نبدأ من 2600. يقول الرسول بولس يقاوم يسوع المسيح، أتحداك اجيب لي نقطة واحدة قاوم فيها رسول بولس يسوع المسيح. النقطة التي ذكرتها، وطبعا أصلا ما ذكرتها بطريقة صحيحة، الموجودة في متى. اسمع عزيزي، هاي البوم جدا قوية.
هاي بوم جدا قوية. ذكر الأخ متى 15 عدد 19 نقرأه: فإني الحق أقول لكم لن إلى أن تزول السماء والأرض لا يزول حرف واحد أو نقطة واحدة من الناموس حتى يكمل الكل. ماذا قال يسوع المسيح على الصليب؟ لقد أكمل بوم، لقد أكمل. الأخ يقول بداية يسوع المسيح وولادته ونهايته هو الموت. كلا عزيزي، أنت لا تتكلم الحق. بداية يسوع المسيح هو أزلي أبدي، يسوع المسيح هو أزلي أبدي قبل إبراهيم. أنا هو قبل إبراهيم، أنا هو قبل إبراهيم، أنا هو. الأخ تكلم بالأخير عن حرق آريوس. شفت شلون؟ شفت شلون يا شيخ؟ نقطة 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 نقطة. حرق آريوس، احنا شلنا علاقة بحرق آريوس؟ ونحن ندين حرق آريوس. الرجال مهرطق لكن لا يحرق، والذين حرقوه سوف يدفعون حسابا عن أعمالهم. لكن أخونا الشيخ، رجاء وضح لنا لماذا كان الرسول يسب ويشتم ويجلد ويلعن الناس ظلما وقهر اليتيمة؟ يمعود قهر اليتيمة. لا إله إلا الله. يلا بالزولة. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا في تناقضات كثيرة، طبعا يا إما الأسفار اللي طرحها، يا إما طلعها السياق منها، يا إن أخذ بكلام الأسفار بولس ولم يأخذ أسفار المسيح. لذلك أنا قلت لك يا واحدة من الثنتين. بعدين السؤال الثاني، بدام أنت فسرت الكتاب، عندك تفسير للكتاب المقدس، فلماذا لا تفسر كلام بولس لأنه مناقض للمسيح؟ أما المسيح عشان يوافقون دين بولس أو كلام بولس اضطروا أن يأخذون للسياق. مثلا نجد المسيح يقول: يا ربي إن استطعت أن تدفع عني هذا الكأس فادفعه عني، فإني لا أستطيع من نفسي أن أفعل ذلك. هذا نجده. نجد المسيح لما أحيا عازر قال: حتى يعلم الواقفون حولي أنك أرسلتني. ونحن نؤمن أن المسيح رسول من عند الله. شنو واقفه؟ أوكي، فنحن نؤمن المسيح رسول من عند الله، ولم ننكر رسالته كما أنكروا اليهود ذلك، ولم نفعل كما فعلوا هم أن نجعل المسيح إلها يعبد من دون الله، فهذا شيء آخر. ثم قال أن البخاري الآن يقول مسلم، الحمد لله البث مسجل. هذا رقم اثنين. رقم ثلاثة، إذا كنت بينا أخذ التوراة أتمنى أنك تقرأ لي سفر حزقيال. أتحداك أن تقرأ لي سفر حزقيال عن قصة أهولة وأهلبة. أتحداك أن تقرأها أمام الناس إذا تمتلك من الشجاعة، وإذا كان الكتاب المقدس لم يلفق ولم يزور ولم يزوره بولس، أتحداك أن تقرأ قصة أهولة وأهلبة، دعرة الأختين أهولة وأهلبة. كذلك أن يوجد أنبياء، نجد أن أتوقع سليمان أو داود جعل نفسه إله، بدأ يأمر الناس أن يعبدونه هو ولا يعبدون الله، فهذا موجود في الكتاب المقدس. كذلك من الأشياء الغريبة، يعني أشياء 42 صفر كتاب المقدس كله، 72 صفر لا يتطابقون صفرين اثنين مع بعض، هذا من ضمن التناقض. الله سبحانه وتعالى يقول: فأتوا بمثل هذا الكتاب كنتم صادقين. ثم نزل التحدي فقال: فأتوا بعشر صور. ثم نزل التحدي لكم، قال لكم: أنا مستعد أتنازل ونزلكم التحدي، وسأل عن الآيات الناسخة والمنسوخة، وهذه من ضمنها الآيات المنسوخة حتى يخفف عليك الحرج، ويقول لك: فأتيني بصورة واحدة بمثل هذا الكتاب إن كنتم صادقين. فما استطاعوا أن يفعلون. رغم اثنين، الله سبحانه وتعالى يقول: ولو كان من غير عند الله لوجد فيه اختلافا كثيرا. بينما نجد ان في الكتاب المقدس المرابط التي كانت مع سليمان او شو اسمه، هل كانت 4000 ام 40000؟ فهذا من ضمن التناقض الذي يوجد في الكتاب المقدس. الان طبعا ما عندي الا دقيق، يعني شو اسمه، ولذلك نحن بالاسلام اوكي نجلي مريم، ولذلك أن حتى مريم لم نجعلها أفضل من أم النبي ولا من بنته ولا من زوجته. مريم بنت عمران أفضل نساء العالمين فيما ورد في القرآن: إذ فضلتك على نساء العالمين. فهي أفضل من بين النساء
مريم بنت عمران كما أخبرنا القرآن، فنحن نقدرها وأم النبي عيسى بن مريم. الآن ما في إلا دقيقة واحدة ولأني أكتب بسرعة على السريع. واذكر في الكتاب مريم إذا انتبذت من أهلها مكانا شرقيا، فاتخذت من دوني حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. قالت أني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. قالت أن يكون لي غلاما ولم يمسني بشر ولم أكن بغيا. قال كذلك قال ربك هو علي هين ونجعلها آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا. فجاء أهل المخاض إلى جذع النخلة قال يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسي مسيا. فنادها من تحتها ألا تحزيني قد جعل ربك تحتك سريا. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. فكلي واشربي قري عينا. فإما ترين من بشر أحد فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. فأتت به قومها تحمله. قال يا مريم قد جئت شيئا فريا. يا أفتهر وما كان أبوك امرأ سوا وما كانت أمك بغية. فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهدي صبية. قال إني عبد الله أتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. ما كان لله أن يتخذ ولدا سبحانه. إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. فسؤالي لك الآن، ما هو كان دين إبراهيم؟ دين إبراهيم كان حنيفا مسلما وما كان من النصارى ولا من اليهود. طبعا مثل ما تعودنا، وانا اشكرك جدا يا شيخ انك تساعدنا بالتبشير. هسه كل المسلمين شافوا وانت ما جاوبت على اي شيء. شكرا، اشكرك، تقوي ايماننا يا شيخ ابو شوما. اشكرك وتخلي المسلمين ياتون الى يسوع المسيح. مشكور، شكرا جزيلا. طبعا مثل ما تعودنا للاسف الشديد الشيخ ما جاوب اي شيء. قلت له بصحيح مسلم منطقه الحديث ان نقول باللهجه العراقيه غلس، يعني كانه لم يسمع شيئا. صحيح مسلم باب من سبه النبي لعنه ودعا عليه. 1-2. نرجع إلى أخلاق الرسول وما كان يفعل الرسول. نقرأ في الحديث الصحيح: رأيت رسول الله يمص لعاب الحسن والحسين كما يمص الرجل التمرة. هذا الرجل مكتوب عليه وإنك على خلق عظيم. مصدر الراوي أبو هريرة، المحدث ابن عساكر، المصدر تاريخ دمشق. خلاصة حكم المحدث صحيح، الرسول كان يمص لعاب الحسن والحسين كما يمص الرجل التمرة. طيب، تكلم عن الألفاظ الجنسية في الكتاب المقدس. إن كانك قرأت يا أخونا حسقيال لكنت عرفت أن هذا كلام روحي ليس كلام حرفي. هذا تعبير مجازي لأنه يقول أن أهولا وآليبا هم أورشليم والسامرة. يقول عندما يفسر يقول أورشليم والسامرة أهولا وأوليبا. لكن نبدأ بالنظر إلى الكلام الجنسي الموجود في الإسلام. تصوروا أن أم المؤمنين عائشة تقول لرجل غريب إذا جلس بين شعابها الأربعة ومس الختان خليك بالصورة يا شيخ. عيب يا شيخ، خليك بالصورة. بيدي بس أخلصها بقدر عشان لا يحضر البث. اكتب رجاء: إذا جلس بين شعابها الأربعة ومس الختان وجب الغسل. كما نرى أن الرسول قال لامرأة ناضجة أن ترضع رجلا ذو لحية، فالمرأة انصدمت وقالت كيف أرضعه وهو رجل كبير. مكتوب فتبسم النبي تبسم، أي نعم صح، صلوان قام يدخن، صح. فيقول المرأة انخضت فتبسم النبي. يا ترى لماذا تبسم النبي لامرأة مصدومة؟ أول مرة نبي يقول لامرأة ناضجة أن ترضع رجلا ذو لحية، مع علم أن الرسول قال لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام.
صدقني يا أخونا المحترم، أنا قلت لك أنت راح تتندم طول أيام حياتك أنك قبلت المناظرة. نكمل الكلام الجنسي. أتى رجل إلى الرسول وقال له عن الرجل يجامع أهله ثم يكسل، وعائشة جالسة، والرسول يقول: أنا أعاشر زوجتي عائشة ثم لا نكمل عملية الجماع ثم نغتسل. هذا الرسول يقول هذا الكلام أمام أناس، الرسول يقول هذا الكلام أمام أناس جالسين. تصوروا، يقول أنا أعاشر زوجتي ثم لا نكمل المعاشرة ثم نغتسل. هذا الكلام الجنسي أخونا. طيب أريد أكمل لك بماذا كان يفعل عمر. شوية اعذرني، ما أقدر أقرأ هذا الكلام، ما أقدر أقرأ هذا الكلام. راح أعرض لك الكلام أخونا، بس خلي أعرف شلون أعرض الكلام. راح أعرض لك الكلام أمام عينك. شوف عزيزي ماذا كان يفعل ابن عمر، شوف ماذا كان يفعل ابن عمر. إن ابن عمر كان يضع يده بينه، ابن عمر يعني الجارية، وعلى من فوق الثياب ويكشف عن ساقها. ما معنى هذه الكلمة أخونا؟ وعلى هاي شو الكلمة هاي؟ ممكن تشرح لنا بعد شوية معنى هذه الكلمة؟ شو جزيلة. إن ابن عمر كان يضع أوكي عزيزي. نافع مولى ابن عمر الألباني الإرواء الغليل قال الأخ عن القرآن ما بأي غلط تحداك، تفضل. وهو الذي يرسل الرياح بشرا بالباء، رواية حسب حفص. طيب، والتي حسب ورش. وهو الذي يرسل الرياح، ثانية، وهو الذي يرسل الرياح نشرا. مشكلة جدا عظيمة، مشكلة جدا قوية أعزائي، مشكلة قوية. تفضل أخونا وضح لنا الكلام الجنسي وماذا كان يفعل ابن عمر. شكرا جزيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا انا تحديت ان يقرا السفر حزقيال من دعاره الاختين اهولة واهلبة. انا استغرب سبحان الله، يعني الله سبحانه وتعالى ينزل الكلام البذيء في سفر حزقيال وما استطاع تهرب من هذه الاسفار وما قراها، لانه يعرف ان لو قراها جميع الناس راح يدخلون في الاسلام فعليا، فما يمتلك الشجاعه. هو يترفع ان يقول هذا الكلام، اوكي، ولكن لم يترفع ان يقول انه الله سبحانه وتعالى جل جلاله حاشا لله ان يقول هذا الكلام. سالت سؤال، قلت له ماذا كان ديانه ابراهيم، اوكي، هل كان نصرانيا ام كان يهوديا؟ ما جاوب على هذا السؤال. ان ابراهيم ذكر بالقران ما كان يهوديا ولا نصرانيا. انا عندي هذا القران، لما تيجي تكلمني اتحداك تقول لي اقرا لي من صفر كذا، او اقرا لي من الايه الفلانيه للايه الفلانيه من الصورة الفلانية أقرأ لك إياها، بينما أنت لا تتملك الشجاعة أن تقرأ من سفر حزقيال هذا الكلام. ثم أن نجد استدل في بعض الأشياء، تكلم عن الرضاعة. نعم الرضاعة موجودة، سؤل هذه لها مسألة، ولو أخذها راح أخذ 5 دقائق عشان أجاوب على هذه المسألة الرضاعة. رقم 2، رقم 3، حتى أن المرأة تستطيع أن ترضع مثلا أو يكون لها أخ في الرضاعة مثلا في أحد آخر، فمسألة طويلة ما أستطيع أن أجاوبها دقيقة واحدة. الآن رقم 2، رقم 3، أنت تقول أن المسيح، لا، المسيح كان بدايته على الصب، وملكي صادق كبير الكهنة ليس له بداية، وهذه صفة من صفات الرب الله سبحانه وتعالى أنه ليس له بداية، والله سبحانه وتعالى كذلك هو الوحيد الذي ليس له نهاية. فالمسيح بدايته على الصب ونهايته على الصليب، بينما ملكي صادق ليس له بداية وليس له نهاية، فلماذا لا أعبد ملكي صادق؟ رقم 1. رقم 2، أنت عندك 10 حالات من زين المحارم، أوكي، في كتاب مقدس، فأنا أتحداك تجيب لي شيء من كتاب القرآن وتقول لي تعال اقرأ لي الآية الفلانية لآية الفلانية، لأني لا أستحي، هذا كتاب الله وأنا أؤمن فيه وأقرأ لك أي آية تطلب مني أقرأ لك إياها أقرأ لك إياها، بينما أنت لم تقرأ لي سفر حزقيال. رقم 2، رقم 3، قال ما ادري طرح شبهات كثيره في اسفار، طبعا ياخذها على السياق، من رآني فقد رأى الاب. اسالك يا كنيسه اليسوع، اقرا لي الاسفار اللي قبلها، اقرا لي الاسفار اللي تستدل عليها ان المسيح اله،
اقرا الاسفار اللي قبلها، ايات كثيره اريتكم من عند ابي، فاي ايه ترجمونني؟ قال لا نرجمك لانك شو اسمه، ولكن لانك تدعي انك اله. فقال المسيح من راني فقد راى الاب. فياخذ الصياغ نفس مثلا في بعض الطوائف عندنا او بعض المذاهب الضاله تاخذ الصياغ، مثلا الله سبحانه وتعالى لو قطعت الايه اخذت معنى غير مخالف للمعنى، مثلا الله سبحانه وتعالى يقول ولا تقربوا الصلاه، هل معنى الله يامرنا ان لا نصلي؟ لا، حاشا لله سبحانه وتعالى، ولكن الله سبحانه وتعالى لو كملناها فنجد الله سبحانه وتعالى يقول ولا تقربوا الصلاه وانتم سكارى، فهم يستقطعون الايات على حسب مزاجهم وعلى حسب اهواهم، فلا يذكر السياق الذي ورد فيها هذا السفر. فدائما الاسفار الذي يقول لك مثلا ان المسيح اله يقطع السفر ولا يضع السفر ولا ياخذ السياق كامل من السفر الاخر. هذا رقم اثنين. رقم ثلاثه، من هو متى وحزقيال و يعني بولس يمكن عادي، بس مثلا حزقيال ومتى ويوحنا وغيرهم وباقي اصحاب الكتب من هم؟ مجاهيل. من هم مجاهيل؟ ما نعرف. نحن عندنا روايه حفص وورش وغيرهم نعرف منهم، اما انتم الاسفار اللي ذكرت ليس معروفون منهم، منهم حواريين ومنهم كذا. وما هو سؤالي لك الان، اذا كان المسيح، اذا كانوا الحواريين اوكي كانوا نفس خطه او منهج بولس، فلماذا اختلفوا؟ لماذا اختلف الحواريين مع بولس؟ هذا السؤال. ولماذا تم حرق إريوس؟ وما سبب حرق كنيسة الإسكندرية في مصر؟ فلهذا أنه يجد هذه الأشياء طبعا يكتم عليها ولا ممنوع. والسؤال الآخر، ما سبب خروج النصارى من أوروبا وتوجههم إلى أفريقيا؟ فنعرف أن معركة زنوبيا اللي دافعت عن النصارى الموحدين الذين كانوا يؤمنون أن المسيح هو رسول من عند الله وليس إله يعبد من دون الله. فهذا نجد أن لا يستطيع أن يتحدث عن هذه أسباب الحروب القديمة ولماذا وجدوا بالحفريات، أن وجدوا كثير من النصارى توجهوا إلى أوروبا وكان في اضطهاد في القرن الأول والقرن الثاني. كذلك أنه يوجد في كتاب مقدس في إسرائيل أوكي لا يعترفون الكنيسة، النصارى لا يعترفون بهذا الكتاب مع أنه أقدر كتاب طبع أوكي، لا يعترفون فيه النصارى اللي موجود في تل أبيب، فسبب عدم اعتراف فيه. طيب طبعا هاي اخير مداخله، هاي المداخله الرابعه والاخيره، لانه الشيخ بصراحه مفلس علميا بطريقه جدا قويه. راح نعلي الليفل. لماذا كان الرسول يقتل الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام. لماذا يطعن الرسول بالقرآن الذي يقول ولو شاء ربك لآمن في الأرض كلهم جميعا فأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ واحد. اثنين، نرى أن الرسول كان هناك أناس قطع أيديهم وأرجلهم وسمر أعينهم ثم نبذوا في الشمس حتى ماتوا، أنس بن مالك صحيح مسلم 1671. نرى أن عرضنا على النبي يوم قريظة، فمن كان محتلما أو أنبتت عانته قتل ومن لا ترك. الرسول كان يقتل الأطفال، لماذا كان رسولك يقتل الأطفال بني قريظة؟ الراوي عطية القرظي ابن عثيمين مجموع فتاوى ابن عثيمين وخلاصة حكم المحدث الصحيح. عرضت على رسول الله يوم قريظة فشكوا في، فقيل لي هل أنبتت عانتك؟ ففتشوني. كانوا يعرون الصبات المسلمين، المسلمين كانوا يعرون بني قريظة حتى يرون هل أنبتت عانتهم أم لا. حديث آخر، يأتي في آخر الزمان قوم حدثاء الأسنان سفاء الأحلام يقولون من خير قول البرية، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، لا يجاوز إيمانهم حاجرهم، فأينما لقيتوهم فاقتلوهم. ألم يقل القرآن لكم دينكم ولي دين ولا إكراه في الدين؟ لماذا يطعن الرسول بطريقة مستمرة في القرآن؟ لماذا كان رسولك يقتل الناس ويقول بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له وجعل رزقي تحت ظل رمحي؟ الحديث الأخير، كان هناك رجل كذب على الرسول
كذب عدو الله ثم أرسل رجلا فقال له إن وجدته حيا وما أراك تجده حيا فاضرب عنقه وإن وجدته ميتا فاحرقه. فوجد الرجل ميتا فحرقه. تصور ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وأتيت لكي أتمم كرم الأخلاق. كله كلام كذب في كذب. الرسول أتى حتى يقتل البشرية ويهددهم بالقتل ويقودهم إلى بحيرة النار والكبريت. هذا ما كان يفعله الرسول، يفعل بالضبط أفعال الشيطان القاتل السارق. أرجع إلى كلام الشيخ، قال حسقيال، أجبنا على حسقيال وقلنا لك، ويتكلم عن أورشليم والسامرة، يقول أهوليا وأهليبة يرمهم هم أورشليم والسامرة. إذن هو يتكلم عن زنا روحي وليس زنا حرفي. ما جاوبت على أي حديث من حديث النساء إلا جلس بين شعابه الأربع ومصر ختام الختام وما كان يفعل ابن عمر. ما هو دين إبراهيم؟ مكتوب آمن إبراهيم بالله فحسب له ذلك برا. إبراهيم صدق كلمة الله وتصديقه حسبت له برا. آمن إبراهيم بالله فحسب له ذلك برا. يتكلم عن زنا المحارم. يتكلم عن ماذا؟ عن زنا المحارم. نحن لا نقبل بزنا المحارم. أما زنا المحارم مشرع عندك، عندما قال الرسول الولد للفراش والعاهر الحجر. فالعقيدة الإسلامية تسمح للرجل بأن يتزوج من البنت المولودة من ماء زناه لأنها ليست بنته، هي بنته البيولوجية، لكن الرسول يقول ليست بنته. ابحث في البخاري الولد للفراش والعاهر الحجر. زنا المحارم موجود عندك عزيزي أنت، وقتل الأطفال موجود عندك أيضا، ومن أبت طعنته قتل. أوكي أخونا. طيب يقول ملكي صادق ليس له بداية، ليس له بداية مذكورة، وإلا لعبدنا الآن ملكي صادق، لأصبح ملكي صادق إلهنا. هو يقول بدون بلا بداية ولا نهاية، أي بلا بداية ونهاية مذكورة حتى يكون ظل رمز للحقيقة. للأسف يا شيخ ما رديت على أي شيء، وهاي المناظرة راح تعرض على اليوتيوب وعلى الفيسبوك حتى تشوف شيء فوق الوصف، راح تشوف شيء فوق الوصف، انه حتى تعرف اخونا انه بعد لما انت ما عندك القدره تحاور الناس المسيحيين لا تطلع مناظره وياهم، لانه راح يسووا لك كارثه عظيمه جدا. هاي المناظره راح تبقى الى ابد الابدين، واتمنى انت تفكر بالكلام اللي قلته. نريد رد من الشيخ على الاشياء الجنسيه الموجوده، على انه الموضوع القتل. وارجع واقول لك اي شبهه تطرحها في مداخلتك الاخيره جديدة سوف أرد عليها، فكن رجاء حذر بهذا الموضوع. أوكي أخونا؟ بس بعدين أرد عليها مجال. بعدين وبعدين تفتح المناظرة. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. خلنا جولة. أمان السلام عليكم ورحمة الله. وين أرسلت؟ أيوة. طبعا اول شغله سالته قلت له اقرا لي اسفار حزقيال، ما ادري الله سبحانه وتعالى لم يخجل ان يقولها، واخونا كنيسه اليسوع يستحي ان يقول اسفار حزقيال. رقم واحد. رقم اثنين، الله سبحانه وتعالى يقول ولا يضرنكم شنآن قوم الا تعدلوا اعدلوا انه اقرب للتقوى. بعض الاحاديث الذي ذكرتها صحيحه، وبعض الاحاديث للاسف كذب، في خاصه في القتال. قال جعل رزقي تحت ظل رمحي، هذا حديث صحيح. نعم، ونحن بالإسلام أوكي لما نذهب إلى القرى أو المدن أو ما شابه نفتحها نخيرهم بثلاث، إما الإسلام وإما الجزية وإما الحرب. فإذا أنت اخترت الحرب فأنت تتحمل عواقب الحرب، لأن كان لديك الفرصة أن تدفع الجزية ولكن أنت اخترت الحرب. فهذا رقم اثنين. هل نحن لما تدفع الجزية هل نكرهك على الإسلام؟ لو كرهناك لما يوجد الآن أكثر من 5 مليون نصراني تقريبا في مصر، وعدد شعب مصر 110 مليون بني آدم في مصر، فيوجد 5 مليون. فلو كان الإكراه في هذه الطريقة اللي تتكلم عليها كان أجبرناهم على الإسلام، وما ظل مصر دولة إسلامية ويوجد فيها يمكن 4 أو 3 مليون نصراني. هذا التناقض الآخر. الله سبحانه وتعالى طلب منا أن إما الحرب وإما الإسلام وإما الجزية. أنا طلبت قلت لك تدفع الجزية، أنت لا فرض، أنت أردت الحرب فتحمل عواقب مما تري. كذلك لدينا في الإسلام لا ينهاكم الله الذين لم يقاتلكم ولم يخرجكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المحسنين.
فعندنا كذلك اذكر هذه الآيات. لماذا ذكرت فقط الآيات التوبة والبراءة من الأعداء وما شابه والشدة والغضب على الحرب؟ هم بدأوكم أول مرة أو تخشونهم، لذلك الله سبحانه وتعالى يعرضنا على الجهاد في سبيل الله. هو يقول أن لا يوجد هذا. إذن لماذا يقول المسيح أين أولئك الذين لم يرضوا أن أكون ملكا عليهم؟ اعتوهم واذبحوهم أمامي. هذا صفر عندك، فلماذا تتهرب منه؟ المسيح يقول أين أولئك الذين لم يرضوا أن أكون ملكا عليهم فاعتوهم واذبحوهم أمامي. فهذا رقم اثنين. كذلك المسيح قال ليس منكم بيعوا ثيابكم واشتروا سيفا. فأنا أسأل سؤال، لماذا المسيح يقول يطلب منكم أن تبيعوا الثياب وتشتروا السيوف؟ فهذا من التناقض الآخر. ورد بالأسفار بالكنيسة أو الكتاب المقدس أكثر كلمة السيف وردت تقريبا 60 مرة أو ما شابه في الكتاب المقدس، لكن لم ترد كلمة السيف في القرآن الكريم. هذا شيء. رقم ثلاثة، طبعا أكيد أنت تدعو الناس. بعدين ثاني شيء، لماذا لم تتكلم عن الإسلام عندما أخرجوا المسيحيين النصارى الروم، اوكي، لما سيطروا على مصر واخرجوهم المسلمين، لماذا لم تتكلم؟ لماذا ساعدوا المسلمين، ساعدوا المسيحيين ضد المسيحيين الاخرين الذين كانوا يضطهدونهم من قبل اوروبا؟ فهذا لم تتكلم عليها، لم تتكلم على الاضطهادات التي كانت تحدث بين البروتستانت والكاثوليك وغيرهم من الطوائف المسيحيه التي حدثت. الله سبحانه وتعالى يقول سوف يحكم الله بينهم فيما كانوا يختلفون. فهذا شيء اخر. رقم ثلاثة، قال لا ان ابراهيم كان يعبد الله. نعم نحن نؤمن انه يعبد الله ولم يكن يعبد المسيح. اثبت لي ان ابراهيم كان يعبد المسيح. ثاني شيء قلت لك اثبت لي صفر واحد. انت تقول لي بخلاصة دينك العقيدة تؤمن بالخلاصة، الخلاصة ان المسيح اله، صح؟ اذا كان اله لماذا لا يوجد كلمة انا الله او اعبدوني بهذا اللفظ؟ لا يوجد، لا يوجد. ولماذا ناقض بولس كلام المسيح؟ وسؤالي الثاني، لماذا فسرت كلام المسيح ولم تفسر كلام بولس؟ أليس هو كتاب واحد؟ فلماذا تفسر؟ وهناك مات موسى، ما علاقة موسى؟ هل موسى تكلم وهو ميت فقال هناك مات موسى؟ فتناقضات كثيرة في هذا الشكل. رقم اثنين، هو استدل في روايات أو استدل في أحاديث، قلت له لا زال العبد يكذب حتى يكتب عند الله كذابا. في الأحاديث التي ذكرتها صحيحة، قلت لك أنها صحيحة. في الأحاديث الذي كذب ودجل أنت استحيت منها أو لفقت فيها، وليس لنا من الدين من شيء. رقم اثنين، قلت أن النبي قال احرقوه، هذا كذب. أنا قلت لك نعم، قال النبي رجع جعل رزقي تحت ظل ربعي، هذا صحيح ولم أنكره لأن هذا ديني. أنا لا أخجل من ديني، أنا كمسلم لا أخجل من ديني. كذلك أنا لا أخجل من ديني. شو اسمه لما أقول لك ما في المسيح يقول الحق الحق أقول لكم إن لم يزد بركم على الفرس والشسم اليهود أو الفرس القديسين لن تدخلوا ملكوت السماوات. وكيف تفعلون وأنتم لا تتبعون الناموس والوصايا؟ فهذا يبطل الخطيئة التي تدعي عليها. كذلك يوجد في القرآن الله سبحانه وتعالى يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى وتلك أمة قد خلت فلا تسأل على السابق. طيب عزيزي اكتب رجاء طبعا المناظرة، اكتب رجاء اكتب الصوت، اكتب صوتك. المناظرة حاليا انتهت، لكن بما أنك طرحت أشياء جديدة في المسيحية. نعم أشياء شنو الجديدة؟ لحظة أخونا، تكلمت على ائتوا بهم واذبحوهم قدامي، بيعوا ثيابكم واشتروا سيفا، وعن سيف الروح وعن أنا الله، وبولس يناقض كلام المسيح. أنا راح أرد عليك فقط في هاي النقاط الخمسة وتنتهي الموضوع، لاني حذرتك انه ما تطرح شيء جديد طرحته انت. لا لا، انت استغلت الفرصه، اوكي، وطلعت فوق 30 مساله فقلت خليني اطرحها قبل. لا اخونا، انا اتفقت يا قبل المناظره، اتفقت يا قبل المناظره اذا طرحت في مداخلتك الاخيره شبهه جديده. انا طرحت الموضوع يا شباب. اخونا عزيزي، احنا اتفقنا انا وياك، انا ما كان عندي مشكله تبدي انت. انا انسان لما اتفق اسوي الاتفاق. اريد ارد على راح ارد فقط على النقاط المسيحيه فقط. يلا اخر خمس دقائق من عندي. لا لا، ما ارد خمس دقائق، ما ارد خمس دقائق. انا معطيك خمس دقائق يلا، وما راح اتكلم. راح ارد فقط على النقاط المسيحيه لانه الحق حق. اكتب رجاء، اكتب رجاء لانه عندك صوت، اكتب. راح ارد فقط على النقاط المسيحيه لما اتكلم عن اي شيء في الاسلام ابدا. الاخ قال ائتوا بهم واذبحوهم قدامي.
هذا هنا الله المتكلم والله يعاقب الناس متى؟ يوم القيامة. هل يسوع المسيح يتكلم عن ائتوا بهم واذبحوهم الآن قدامي؟ كلا، يتكلم عن يوم القيامة. ويوم القيامة يسوع المسيح سوف يدعو ملائكته ويأخذون الناس ويطرحوهم في بحيرة النار والكبريت. هذا هو القتل، هذا هو الذبح، أي أن تأخذ الإنسان وتطرحه في العقاب الأبدي في بحيرة النار والكبريت. ويسوع المسيح قال الذي يستخدم السيف بالسيف سوف يقتل. فيسوع المسيح ضد استخدام السيف. بيعوا ثيابكم واشتروا سيفا، أي سيف؟ اشتروا سيف الكلمة، سيف الروح. يقول عن يسوع المسيح سوف يحاربهم بالسيف الخارج من فمه. المشكلة أنه الشيخ ما يعرف الكتاب المقدس، لو يعرف كان افتهم. بالسيف الخارج من فمه يحاربهم، سيف الكلمة. في الكتاب المقدس يقول وكلمة الله التي هي سيف الروح، رسالة بولس الرسول إلى أفسس السادس، كلمة الله هي سيف الروح، السيف الخارج من فم يسوع المسيح. قال أين قال المسيح أنا هو الله؟ قلنا لك عدة أشياء قالها، أنا أفحص القلوب، أنا أجازي كل إنسان حسب عمله، وأنا أغفر الخطايا، وأنا أرسل أنبياء ورسل. وقلنا يوحنا 13:13 قال يسوع المسيح أنتم تدعون للمعلم والرب وأصبتم فيما تقولون فهكذا أنا، فإن كنت وأنا الرب والمعلم قد غسلت أقدامكم فيجب عليكم أنتم أيضا أن تغسلوا بعضكم أقدام بعض. يقول كلام بولس ناقض المسيح، كلا، يسوع المسيح وضح لنا أن هناك بر الشريعة الذي لا يبرر أي إنسان، لأنه لم يجد إنسان يستطيع أن يحفظ الوصايا، لكن لنا البر الأعظم الذي هو بر الله، كمال الله يأتي علينا بالإيمان بيسوع المسيح ملك الملوك ورب الأرباب. انتهت المداخلة، شكرا شيخنا عزيزي، وأتمنى التعمق أكثر وأكثر في العقيدة. الله ذكرت موضوع ثاني، لو كنت أذكر موضوع ثاني كنت قلت لك لماذا المسيح لما هل كان الخبير أبو شومة أخونا المحترم، عيب كان اللاهوت والناس أخونا المحترم، أخونا المحترم، لا فعلا صراحة الموضوع، أما هذه أنا ما أخونا المحترم، إحنا حاليا انتهى الموضوع بيناتنا. أشكرك شكرا جزيلا، تحياتي، أهلا وسهلا بك أخونا، مع السلامة. شو استفادينا؟ بس تعرف شو استفادينا؟ استفادينا إنه هاي المناظرة راح تكون شيء رهيب جدا، مناظرة رهيبة جدا، نحطها على الفيسبوك وعلى اليوتيوب وعلى خلي الناس تشوف الإفلاس الرهيب، خلينا نشوف الناس تشوف إفلاس الإنسان المسلم. طبعا هذا الشيخ، هذا عالم، هذا اختصاص خمسين اختصاص، تصوروا مختص بخمسين اختصاص. أسد، تشكر يسوع، نحن أسود الله، نحن أسود ملك الملوك رب الأرباب، كله تحطيم، دك 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 دك. طيب على السايب، ربي قويكم يحفظكم يحميكم، جتيني رسالة من الشغل يحتاجوني اليوم، على أساس أنا معطل، لكن قالوا نحتاجك اليوم، للأسف لازم أروح ولا كان استمرينا، بس طلبوني من الشغل حاليا لازم أنطلق. أكيد مسجلة أخونا، مسجلة كلها ورهيبة كلها، بس أخسروان عزيزي قبل ما أروح، تعال 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 انطلق، يعني أكل بقلبك إذا عندك شيء أحكي لقلبك. راح أحطه على اليوتيوب أخونا إيجو، أخونا إيجو راح أحطه على اليوتيوب. يا هلا يا هلا يا هلا. أولا راح القوري بلاش، تمام، يعني لو شيخ هرب مثل ذاك اليوم كثير أحسن. الواي واحد، ثانيا شايف اللحم من يسووه يعني يستوي زايد، ومن تريد تشيل القطع يتفلش، الشيخ تفلش ولا جواب عن أي سؤال، ما جاوب، أوكي، راح شرق وغرب وقرأنا نص سورة مريم يا معود، ومسمي اسمك خبير، خبير بماذا؟ ما جاوب كل شيء، تمام؟ يقول جبت أحاديث ضعيفة، ومو عيب أي حديث ضعيف بيهم، اللي ذكر الأخ قيس هو ضعيف، أي حديث بس اذكر الحديث اللي هو ضعيف،
شنو هاي معود صديق كذب؟ وجاءنا بصراحة من جاء ودخل وطلع جيست وفتح كاميرا وقال لك أنا أقبل المناظرة الآن وأنا مستعد. قلت أقل شيء عنده مثلا حجج قوية، عنده مثلا أجوبة قوية، عنده ترقيع شوية يمشي. صفر صفر بكل معنى الكلمة. أخي انشر الفيديو وتوكل على الله، ويعني أنا لو كنت مسلم اليوم أترك الإسلام بصراحة. وخذ راحتك قيس، ربي يبارك حياتك. هي هذا عزيزي هواي أشياء بتفرح قلبي، إنه أي إنسان مسلم يريد الحق. ليش طلعت؟ ليش طلعت؟ معود هدي أعصابك، ليش طلعت؟ أي إنسان يريد الحق، اسم حساب كنيسة يسوع المسيح على اليوتيوب، اكتبوا قيس جبرائيل كنيسة يسوع المسيح على اليوتيوب. أي إنسان يريد الحق، يريد الحق راح يعرف إنه العقيدة الإسلامية قوية لو هشة. يا رجل خبير بخمسين اختصاص، خبير بخمسين اختصاص، ما هو وين أنت؟ وين شفتم أعزائي شلون يسوع؟ سبحوا يسوع، مجدوا يسوع، سبحوا يسوع، مجدوا يسوع. شفت الدمار؟ دمار شامل. نسفتوا له بقنابل ذرية مو طبيعية، قنابل ذرية مو طبيعية. شفتم شلون يسوع ينتصر؟ يسوع، يسوع المسيح، هذا الذي فدانا بدمه الطاهر والثمين وجعل منا ملوك وكهنة. انت وين موضوعك؟ وين اول شيء حول على البخاري، بعدين قلنا له مسلم مارد يا ابا، صحيح مسلم كتاب البر والصلة والآداب باب من سبه النبي. انا زعلت عليه بصراحة. اي هو طبعا هو انسان مو سباب، يعني مبين انسان محترم بس انسان مفلس، بين إنسان محترم بس مفلس، مفلس مفلس، إنسان مفلس للأسف. بس أتمنى هذا الشيء يخلي الناس المسلمين يفكرون، يقولون هذا الشيخ مختص معود. هو ما علمه إخواني، يسوع يقويكم يحفظكم يحميكم يمليكم بالروح القدس. إيه هو خجل، صعختي صعخت روح، صعخت روح. حتى حسيتونه لما جبتوا حديث أن الرسول كان يمص لعاب الحسن والحسين، شفتم السوى شرد 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 شرد، شفتم شلون شرد؟ شرد قام يفكر، شفتم شرد شرد قام يفكر. حلو، فكر أخونا، فكر حياتك الأبدية، نتمنى تخلص، نتمنى أنه تخلص من هذا العالم الشرير. خلصوا نفوسكم من هذا الجيل المنحط، حط الجيل المعوج. صح صح، انصدم صح. طبعا واحد كاتب لي انت هربت، يعني ما انا شلون هربت بالضبط ما افتهم. وكملنا المناظرة، أنا ما افتهمت شلون هربت بالضبط، ما أعرف. أبو إسحاق عزيزي راسلني على الخاص، راسلني على الخاص، أبو إسحاق راسلني على الخاص. إخواني يسوع قويكم يملكم بالروح القدس والفرح والهدوء والطمأنينة. بالعكس أنا أفتخر بيسوع المسيح ربي ومخلصي. هاي قوية، هاي هذا التعليق قوي، ثبتوا التعليق، ثبتوا التعليق. يا الله هذا التعليق قوي، هربت بعد مو طبيعي الكلام. اخسر وانا ارحم صدري رجاء، انا صدري زين، انا صدري زين بس ارحم صدري اترجاك. اخ يا رب ارحم صدري عزيزي انت. طيب اخوان يسوع يحفظكم يحميكم. للاسف لازم اروح، بس اشكر يسوع. هاي صار لنا الاحد لايف، الاثنين لايف، الثلاثاء لايف، الاربعاء لايف، الخميس لايف، الجمعه لايف، السبت لايف، الاحد لايف. هاي 8 ايام ورا بعض لايفات، 8 ايام ورا بعض لايفات. اوكي ربي يقويكم يحفظكم يحميكم. طبعا غدا لايف، والثلاثاء لايف، والاربعاء لايف، والخميس لايف، مستمرين. يسوع يقويكم يحفظكم يحميكم. صح جاء الشيخ
رب يقويكم وتكونوا منتصرين دائما، وأنا بخدمتكم أمشي تكونوا أنتم أقوياء. مشكورين أعزائي على كلامكم الطيب، أخ لبيب وغيره، أبو أندرياس، ختريمة، جميعكم مشكورين إخوان. ربي يقويكم ويحفظكم ويحميكم بالروح القدس والفرح. نعمة ربنا يسوع المسيح تكون مع أرواحكم جميعا، آمين ثم آمين. أي واحد محتاج أي شيء راسلني. يسوع يحفظكم، وأراكم بقوة يسوع المسيح غداً.